نبتدي كالمعتاد بالحالة الجوية، نشوف معاكم أخبار الحالة الجوية إيه. يعني حاسين كده بقالنا كام يوم إن في كمان انخفاض على الانخفاض اللي كان موجود في الأيام اللي فاتت مع وجود بعض الرطوبة. تعالوا نشوف بيان هيئة الأرصاد الجوية بيقول إنه بيشهد اليوم الخميس استمرار انخفاض درجات الحرارة، هيسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وهيكون معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل البرودة في آخره على كل أنحاء. وأوضحت أيضا هيئة الأرصاد أن اليوم هيشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وأمطار على السواحل الشرقية ووسط سيناء، وبتمتد إلى سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، وقد تكون أيضا رعدية. في بعض التقارير اللي احنا قريناها خاصة في اليومين اللي فاتوا، وأيضا من هيئة الأرصاد الجوية على مدار 24 ساعة ماضية، كانت بتتكلم على تقلبات جوية في الفترة القادمة، خاصة كانوا بيتكلموا على اليوم انه ربما يشهد فرص لسقوط الامطار مع تدني درجة او درجتين في درجات الحرارة. تعالوا نشوف الموضوع ده من خلال استعراض بيان درجات الحرارة. القاهرة هتكون معانا من 29 ل 28 درجة، اهي بالفعل العظمى 28 درجة، ولكن الصغرى بنتابعها يمكن من الاسبوع اللي فات كانت 21، النهاردة الصغرى 22. بنتابع معاكم معظم المحافظات ومعظم الأماكن اللي موجودة في الجمهورية بشكل عام، ونشوف درجات الحرارة بتتراوح ما بين 25 28 29. الإسماعيلية هو بنرصدها معاكم 29 درجة. بنكمل مع حضراتكم، شرم الشيخ بتشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة 33، وده المعتاد في هذه الفترة من السنة. هي بتعد اصلا بالنسبه لنا احنا مشتى، لكن بالنسبه للاجانب طبعا صيف شتاء، شرم الشيخ والغردقه شغالين 100 100. بنكمل مع حضراتكم، الغردقه كمان 31. طبعا بنشوف شمال الصعيد وجنوب الصعيد الاثنين طبعا بيشهدوا ارتفاع في درجات الحراره. الأقصر طبعا 34 درجة، احنا عارفين طبعا في بعض المحافظات كده بيبقى فيها ارتفاع في درجات الحرارة في هذا التوقيت، ودايما بنقول يا جماعة الخريف فصل يعني معروف عنه ان هو شديد التقلب وسريع التقلب ايضا، فنخلي بالنا من الموضوع لانه ممكن تلاقي الصبح حر وبعدها بنص ساعة اصلا تلاقي الدنيا قلبت فيها لسعة برد زي ما احنا بنشهد في هذه الأيام، وفي بعض يعني ايه انتشار لأدوار البرد كده، فنخلي بالنا عشان الأمر ما يختلطش بالنسبة لنا ما بين الكورونا وما بين أدوار الإنفلونزا، وربنا يسلمكم جميعا إن شاء الله.